نعم مساك. مرحبا حبيبي. خير؟ عفوا، هيك الواحد بيستقبل ضيوفه؟ انا هيك بستقبل ضيوفي. خير؟ هاي وسيم، كيفك؟ تفضل. مرحبا لوسي. اهلا وسهلا، كيفك؟ بونفيت. مرسي، انت دائما جنتلمان، غلبت حالك، عن جد غلبت حالك. انت بتعرفي قديش غالي علي. عفوا، يمكن اجاني تليفون. خذ راحتك، فوت هدول حطهم بالمي جوا. الو؟ ايوه. لا والله انا بالتصوير مع ابو علي. ايه بقى شيء 10 مشاهد والله. ما بعرف الدنيا دي بمشهد، هلا برجع بحكي معك بعد شوي. يلا خمسة. ليك ولا كر، لا تقعد تعمل لي حالك ممثل شغلة كبيرة. لا استاذ. انا كم مرة نبهت عليك ما تدحوش بوسي؟ ماشي. نبهت عليك ولا لا؟ ما نبهت علي، انا اسف نسيت، بس خلص ما عاد ايدها بحياتي. اقسم بذات الله اذا بشوفك عم تحركش فيها ولا عم تبس ايديك لكسرون. بتعمل حالك وبتنقلع بتقعد هنيك خمس دقايق وبتنقلع برات البيت، فهمان؟ خلص امرك. وإذا بتعمل هيك الأحرق أنت وأهلك وجيرانك وحاركم كل هذا، فهمان؟ حاضر أستاذ. كبير تحرك. أنا اللي بيشتغل. أهلا وسهلا وسيم، تفضل. أهلا لين وسيم، تفضل. طبعا يعني وسيم غني عن التعريف، بس نوني أخته لنزار. هاي هاي، كيفك؟ إيه أخته. إيه كمل لي، أنا كتير بحب هالقصص. اللي بدي أقوله قول، إنه هو كان يحبها حب كتير كبير وعظيم، وهي ما بتعرف. أم لما قرر إنه يخبرها عن هذا الشيء، شو قال؟ شو قال؟ اسمع نسمع. سألتها الوصلة قالت لا تغربنا، من رام منا وصالا مات بالكمد. فقلت استغفروا الرحمن من ذلل، إن المحب قليل الصبر والجلل. الله الله، شو فظيع، عن جد شيء حلو كتير. إيه حلو كتير، خاصة هذا اللي بيقول إن المحب قليل الصبر والجلل. والشيء المميز يا أنسنوني، إنه لما شافته عم يتدمر من كتر حبه لقلها، تركته فترة طويلة وصارت تتفاخر بهذا الشيء. قام بالصدفة رجعت وسألت عنه، شو قالوا لها؟ شو قالوا لها؟ واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. الله، عن جد بجنة، فظيع. عفوا بس القصة كلها مو هيك. من شرفك استاذ، مو هيك؟ كيف لكان؟ لا مو هيك. انا كثير بتعذروني يا جماعه، انا فعلا مضطرني امشي. وسيم، ما صار لك 10 دقائق جاي شبك. شفتي لوسي، اجاني تليفون ضروري، بوسيلي ساره. يلا تصبحوا على خير، باي باي. انت مع السلامه. وسيم وسيم، شو صار؟ حدا زعلك بشي؟ في شي؟ بشرفك ما بتروح قبل ما تقلي. شو بدك هارون؟ عم بدي فيه مدام. اي يلا روح، بدي احكي معه كلمتين. لا لوسي، ما في شيء، انا بدي اعتذر منك، عندي ظرف خاص هيك ومضطرني امشي، معلش سامحيني. على كل باي باي، كل سنه وانت سامحه. الله يمر، شكرا على عجلتك. في شي مدام؟ لا ابدا. بس انت حاكي شي معه للزلمه؟ لا وحياتي وحياتي والله، عن جد. طيب اطلع من حركاتك هي. ايه؟ ليش راح؟ ما بعرف. طيب منشوف منشوف.